السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم ان شاء الله في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ايمان التعريفيه. اليوم بحول الله غادي نشارك معكم واحد الحلوه اقتصاديه من التقاليد ديالنا، حلوه ديال زمان. خليكم معنا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. هي حلوه سهله بمقادير اقتصاديه كيف كتشوفوا معنا. درنا رابعه ديال الزبده تكون بحراره ديال المطبخ، ودرنا عليها جوج ديال الفانيلا. غادي نحاولوا نخدموهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم كيف كتشوفوا معنا. ودرنا حتى نص زلافه ديال السكر كيف كتشوفوا، غادي نحاولوا نجنسوهم حتى يولوا على شكل كريمه. بعد ما ذوبنا داك السكر كلها مع الفاني كيف شفتوا معنا، غادي نحاولوا نخدموهم مزيان حتى يتجانسوا. غادي نضيفوا فوق منهم جوج ديال البيضات كيف كتشوفوا، غادي نخدموهم مزيان بهذه الطريقه هذه. خلطتهم مزيان حتى يتجانسوا مع باقي المكونات. يا البنات ما قلت لكمش سكر، يكون سكر غلاسي نص زلافه كيف شفتوا معنا. ودابا غادي نديروا كاس ديال الزيت وغادي نخلطوا جميع المكونات على هذا الشكل كيف كتشوفوا. خدموهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. بعد ما تحصلنا على هذا القوام هذا، دابا غادي نضيفو كاس ديال كريم باتيسري بودر كيف كتشوفوا. غادي نحاولوا نخلطوها حتى هي مع باقي المكونات كيف كتشوفوا، غير على هذه الطريقه هذه. ودابا غادي نبداو نضيفو الطحين شويه بشويه كيف كتشوفوا. تقريبا 6 ديال الكيسان ديال الطحين، المهم يا البنات على حساب الخليط. غادي نبداو نضيفو الطحين شويه بشويه، نديرو غير 5 ولا معامرين شويه، ولكن على حساب عينكم ميزانكم على حساب الخليط. غادي نبداو نضيفو الطحين شويه بشويه وغادي نجمعو العجينه ونعاودو نتلاقاو. وبعد ما جمعنا العجينه كيف كتشوفوا، ما نعجنوش يا البنات، جمعناها غير هكا بشويه بشويه غير بالصبع ديال يدينا، حيت كيف ما كنعرفوا الحلوه ما كتعجنش باش تصدق معنا. غادي نحاولوا نجمعوها هكا غير بشويه بشويه حتى نتحصلوا على هذا القوام. ولكن يا البنات اخر حاجه نسيتها هي الزا، غادي نضيفوا عليها الزا من الفوق وغادي نخدموها عاوتاني شويه حتى تجانس معها. وباش نبداو يعني نشكلوها بالشكل اللي غادي تشوفوا معنا، حنايا كنضيفوا عليه الزا كيف كتشوفوا. الطريقه اللي كنجمعوا بها العجينه كيف كتشوفوا، غير بشويه بشويه هكا بصبع يدينا وصافي ما نعجنوش. ودابا غادي نخليوها ترتاح شويه ونبداو نشكلوا فيها. ودابا غادي نبداو نشكلو فيها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. راه الفيديو كيشرح راسو يا البنات، راه ساهله ما كديش بزاف ديال الوقت. وغادي نديروها نرشموها بهاد غير بالفرشيطه، ساهله يا البنات ما فيهاش بزاف ديال الخدمه. وغادي نستمروا هكا حتى نساليو الكميه ديال العجينه اللي عندنا. غنشكلو بهذه الطريقه هذه هكا، وغادي نرشموها بالفرشيطه. هذه سميتها حلوه الفرشيطه، كتعطينا هذا الشكل هذا. المهم يا البنات انا غادي نستمر حتى نكملوا الكميه ديالنا اللي كاينه ديال العجينه ونعاودوا نتلاقاو باش نكملوا معكم باقي المراحل ديال هذه الحلوه هذه. كنحاولوا نبينوا لكم الطريقه يا البنات باش اللي ما كانتش واضحه لكم في الاول. كيف كتشوفوا الفرشيطه كتعطي لها واحد الشكل زوين، هذا هو المرشم ديالها، كتجي هكا بحال الصدفه ديال البحر كيف كتشوفوا.
بهذا الشكل هذا حتى نساليو كاع الكميه ديال العجينه اللي عندنا بهذا الشكل. ودابا ملي قربنا نساليو الكميه غادي ندوزو باش نذوبو الشكلاط. كيف كتشوفوا درنا هاد الشكلاط هادي ديال المربعات هادي، غادي نذوبوها في حمام ريم كيف غادي تشوفوا معنا حتى تذوب مزيان. ودابا ملي سالينا الكميه ديال العجينه درناها في الفران ونعاودو نتلاقاو. وها هي الحلوه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران وتحمرت مزيان، عطات واحد الريحه بنينه بزاف. هو الشكل ديالها النهائي ملي خرجناها من الفران تحمرت. دابا غادي ندوزو باش نزينوها بالشكلاط. ودابا بعد ما ذوبنا الشكلاط كلها غادي ندوزو باش نزينو الحلوه ديالنا بالشكلاط. كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا كنزينو غير النص باش تجي تعطي هذا المنظر هذا. كيف كتشوفوا غادي نستمروا هكا، يعني كنديروها غير الشكلات غير في النص ديال الحلوه ماشي كلها، ما كنصوهاش كلها غير هكا. راه ساهله يا البنات، حلوه اقتصاديه وما كديش بزاف ديال الوقت وزوينه بزاف في المذاق. كيف كتشوفوا معنا بعد ما زيناها بالشكلاط هذا هو الشكل ديالها النهائي ديال الحلوه ديالنا. كتجي بنينه بزاف وسهله في الخدمه كيف شفتوا معنا، وما كديش بزاف ديال المقادير وما كديش بزاف ديال الوقت. انا كنديرها على هذا الورق هذا ديال الفران حتى تبرد ديك الشكلاط وتشد راسها عاد نحيدها. المهم يا البنات هذه الحلوه هذه انا درتها باش نديوها معنا لواحد المناسبه. دابا راه خليتها تبرد الشكلاط مزيان على في الصينيه حتى تبرد وتشد راسها، عاد غادي نديروها في داك التبصيل اللي غادي نديوه معنا. المهم خليكم معنا باش تشوفوا اللي غادي نعمرها في ديك البلاطو اللي غادي نديه لديك المناسبه اللي حنا غاديين ليها ان شاء الله. من بعد غادي نشارك معكم الاجواء ديال ديك المناسبه اللي مشينا ليها. المهم يا البنات هي الحلوه ديالي بعد ما درتها في هذا التبصيل هذا وزينتها بهذا الميكا هذه وهذا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ودابا رانا غاديين لديك المناسبه العائليه، حبيت ندي معايا واحد الحاجه يعني خدمه ديال الدار حلوه نقيه ديال الدار. المهم هذا هو الكادو ديالي اللي غادي نديه معايا، او هذه هي الحلوه اللي غادي نديها معايا. المهم دابا يا البنات راه وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى يكون هادشي نال الاعجاب ديالكم، كنتسنى تعليقاتكم اللي كتشجعني. شكرا لكم كاملين، والى هنا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. ودابا خليتكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.